مشاهدي قناة الضرح، الآن كنتواجدوا بمنزل حميد زاهري، أحد أعمدة الأغنية المراكشية، وماشي المراكشية فقط بل المغربية. وحنا اليوم جينا عنده باش نطمئنوا على الحالة ديالو الصحية. تابعونا. حنا الآن كنتواجدوا بمنزل الفنان حميد زاهري، وعلى جانبي الإبن ديالو المتوسط يوسف، اللي غيطمئنوا وغيطمئن جميع المغاربة على الحالة الصحية ديال الفنان حميد زاهري. السلام عليكم. كنشكر قناة دار الدار على هذه المبادرة الطيبة اللي جيت تسولوا في الأب ديالي. الله يجزيكم بخير، جزاكم الله خيرا. والحمد لله الحاج، تمنوا ليه الشفاء، تنتسالكم الدعاء، المغاربة كاملين تنتسالهم الدعاء لهذا الفنان هذا اللي عطى الكثير صراحة للبلاد كوطن. الحمد لله. عرفنا بأنه كان في غيبوبة مؤخرا، إمتى استفاق من هذه الغيبوبة واسترجع القوة ديالو؟ إيوا الحمد لله، الغيبوبة جات على بغتة، وجاب الله الحمد لله، الله تعالى وقف معاه وفاق من الغيبوبة ديالو. تقريبا في الغيبوبة تقريبا واحد 5 أيام، ومن بعد الحمد لله استقرت الحالة ولله الحمد. بغينا نعرفوا شكون من الفنانين الاصدقاء ديالو زاروه هنايا في المنزل. من الفنانين اللي زاروه في المنزل ديالو الفنان عبد اللطيف طاهر صراحه، هو اللي جا عنده الدار الله يجازيه بخير، وكيجي كل يوم تقريبا بارك الله فينا، وما غريبش عليه هذا، انه واجب عليه هو، انه كبر معاه ملي كان عبد اللطيف صغير كيجي عندنا الدار الله يجازيه بخير. هو الوحيد اللي سول فيه صراحة، جا عنده الدار، وواحد الأخ موسيقي عازف الإيقاع سي جمال الراوي أو جمال الريوي، الله يجازيه بخير، تواجد الله عليه، هو من الفنانين المعروفين العازفين في المغرب. وبالنسبة للفنانين الآخرين اللي عيطوا في التليفون، بحال السي عبد الهادي بالخياط عيط في التليفون سول فيه مسكين، السي عبد الله عصامي ملحن ديالنا الكبير، و بدي سول فيه السي الفنان ديالنا محمد الغاوي، عيط في الهاتف قالوا غادي يجيو يزوروه في المنزل حكم ظروفهم الله يكون في العوان، ما قعد شويه في الرباط التزاماتهم، ان شاء الله غادي تكون شي زياره ديالهم قريبا ان شاء الله باذن الله. بالنسبه للفنان اللي كاينين عندنا في مراكش، الوحيد اللي جا زار هو عبد اللطيف طاهر، مع الاسف الفنان الاخر اللي في مراكش ما جاو شيء، ما جاوش طلعوا عليه. كنتمنوا ليه الشفاء العاجل. غير بغيناك تقول واحد كلمه في حق الاب ديالك لينا والجميع المغاربه اللي كيشوفوا فيك دابا. يا الحاج حميد الزاهر صراحه كان مغني وطني درجات امتياز بامتياز، كيحب بلادو، كيحب مالكو، غنى على مالكو، غنى على وطنو، غنى على الشعب المغربي، وغنى على الأسماء اللي هي ناعمة، فاطمة، اللي معروفين خديجة. والحمد لله الحاج راه عطى الكثير في الأغنية الشعبية المراكشية، بصمة مراكشية، لوحة فنية استعراضية غنائية. الحمد لله راه الحاج حميد الزاهر في الميدان من 1957 بدا الحاج حميد الزاهر، تقريبا اكثر من 60 سنه اللي غنى حميد الزاهر لبلادو ولملكو ولشعبو اللي هو المغاربه، الله يجازيهم بخير، كانت سالوهم الدعاء لهذا الفنان هذا، يتداعوا معاه بالشفاء، والله يشافيه ويشافي مرضى المسلمين اجمعين كافه يا رب العالمين، الله يحفظ سيدنا طول عمره، الله يجزيكم بخير، الله يجزيكم بخير. وتنشكر السيد وزير الثقافه تا هو ما نساوش اللي دخل في الخط ديال المرض الحاج تا هو وقف معنا، الله يجزيه بخير.
سيد المندوب ديالو اللي في مراكش سي عز الدين. تنشكر واحد الاخ في الرباط في النقابه مسكين واقف معانا غدا مع الفسق الله يجازيه بخير سي مصطفى احريش. تنقول ليه من هذا المنبر جزاك الله خير عنا الاستاذ ديالنا هو عزيف عود ممتاز وملحن ومسؤول كبير في النقابة الحرة للموسيقية المغاربة. كنتمنوا ليه الشفاء العاجل والله يخلي لكم ويرجع لكم بعافيتو. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.